بيستخدم أفضل تكنولوجيا موجودة في العالم، بيستخدم أجهزة لتقدير كل صفة من صفات الجودة بنسميها الأجهزة الفردية، وبيستخدم أجهزة بنسميها الهاي فوليوم انسترومنتس أو الأجهزة ذات السعة الكبيرة، بحيث إن ممكن تختبر لي عدد كبير جدا من العينات في وقت ضيق. المعهد معني باختبارات الجودة، معني باختبارات كفاءة الحليج ومعاملاته، معني بتقدير رطب القطن، معني بتقدير الصفات الغزلية، كل ما يخص الجودة الخاصة بالقطن واللي بتحدد صلاحيته للغزل والإنتاج منتجات عالية الجودة، كل ده بيتم تقديره في أقسام بحوث الجودة. المعمل اللي احنا فيه حاليا ده معمل بنسميه معمل HVI او معمل تقدير كل صفات الجودة، بيتبع قسم بحوث التيلة. الجهاز بيعتبر معمل كامل في حد ذاته، لانه بيقدر كل الصفات الهامة، بيقدر طول التيلة وده صفة مهمة جدا لانها بتحدد صلاحية القطن للغزل، بيقدر متانته، بيقدر نعومته، بيقدر النضج، كل الصفات الهامة المطلوب توافرها في القطن بتتقدر هنا، لكي يمكن تزويد مربي القطن بكل هذه البيانات ويقدر ينتخب على أساسها الأقطان اللي تتميز بالإنتاجية العالية واللي تتميز بصفات الجودة العالية. الجهاز زي ما هو واضح كله فولي كمبيوترايزد او كنترول كله بالكمبيوتر عشان يدي مزيد من الدقة للنتائج اللي طالعة، وبالتالي يبقى درجة الاعتماد عليها افضل. بنقدر بهذا الجهاز صفات الخاصة بلون القطن، كل ما كان القطن لونه أبيض كل ما بيديني انعكاس للضوء أكتر، وبالتالي عن طريق تقدير انعكاس اللون أقدر أعرف صفات اللون، وكل ما كان اللون ميال للكريمي أو بنسميه دارك شوية أو لمعانه أقل بقدر أقدر صفة معينة تقيس لي هذه الصفات، والصفات دي مهمة جدا في عملية تصنيع القطن وصباغته وعملية تصنيعه. بقدر برضو قياسة لنعومة التيلة، النعومة مهمة جدا لأنها بتحدد قد إيه أنا أقدر أنتج خيوط ناعمة من هذا القطن، وقد إيه أقدر أنتج منتجات عالية الجودة من هذا القطن، ومظهرية القطن يكون شكلها إيه لو انا صنعته، بالاضافه لتقدير الطول والمتانه. كل هذه الصفات بتشتغل مع بعضيها في انها توصلني لانتاج خيوط بالجوده المطلوبه وبالسعر الاقتصادي المناسب عشان اقدر انتج منتجات منافسه واقدر انتج منتجات تحوز قبول المستهلك.
عملية قياس الطول بتتم بان انا بحضر المشط في فرشة ميكانيكية بتعمل عملية تمشيط، وبيتنقل المشط ويتعمل له اسكان او مسح ضوئي، يقدر الجهاز عن طريق الدوائر الكمبيوتر يحدد معالم الطول وطلع منها طول التيلة قد ايه ودرجة انتظام الطول قد ايه. الاتنين مهمين جدا بالنسبة للغزال. بعد قياس الطول المشط بيخش يتمسك بين فكين، واحد منهم بيتحرك، نتيجة الحركة بيحصل شد للقطن لغاية ما يتقطع. عند لحظة القطع بتتسجل القوة القاطعة وأقدر أحدد المتانة قد إيه والقطن أثناء القطع استطال قد إيه. هذه الصفات مهمة جدا لأن هي اللي بتحدد صلاحية القطن للغزل، نوع المنتجات اللي ممكن تطلع منه، تكلفة التشغيل بتبقى قد إيه. عشان كده إحنا في معهد القطن معنيين بتقدير كل هذه الصفات عشان نقدر نقدم للمنتجين قطن عالي الإنتاجية وعالي الجودة، نضمن منه أسعار منافسة في السوق العالمي. عندنا الجهاز اللي احنا بنشتغل عليه هنا ايمج اناليسيس، ودوت بقدر عن طريقه احدد صدى بعد صدى كام 18%، اقدر اعرف نسبة النضج في الشعيرات، ناضج، متوسط نضج، ميت. بننسب الناضج لمجموعة كل من الشعيرات، دي نسبة الايه النضج. بنعمل قطاعات وبنقيس الكروس سيكشن، اللي هي القطاعات العرضية في الايه القطاعات العرضية في الشعيرات. فكل ما كانت الميلة للاستدارة اعلى اكتر، يبقى ديت ايه بتبقى نسبة النضج فيها عالية. اما اللي هي بتبقى متوسط نضج بتبقى القناة فيها بتبقى شكل زي الفاصوليا كده، وتبقى القناة فيها كبيرة. الميتة بتبقى الشعيرة واخدة شكل حدوث الفرس، ده شعيرات ميتة. شعيرات متوسطة نضج، شعيرات ناضجة بتبقى اللي هي ايه القريبة من كاملة الاستدارة دي. وبنسب برضو الايه ممكن اقيس انا الايه المحيط بتاع الشعيرات، بعرف الايه كل ما كان المحيط بتاع الشعيرات اقل بتبقى درجة برد المعومة اعلى. هنا بالنسبة لنا هنا في المرحلة دي ان انا بقدر صفة المتانة والاستطالة لشعر في القطن، والشغل ده مهم جدا لانه في ارتباط وثيق طردي مع يعني كل ما بيزيد متانة التيلة كل ما بيزيد متانة الخيط اللي بيخش في ايه في غزول في الغزل بعد كده، في مرحلة الغزل بعد كده. يعني كل ما بيزيد متانة التيلة كل ما بيزيد متانة الخيط. عشان انا اقدر المتانة بتاعت متانة الخيط متانة التيلة اللي في المعمل هنا، في عندي في جهازين بشغل فيهم، جهاز الستيلوميتر بيقدر المتانة بالجرام تكس الطريقة الأمريكية. دايما بتبقى عندي طبعا في تو كاتيجوري بالنسبة للقطن اللي هو صفات الأطقم طويلة التيلة فائقة الطول، اللي هو زي جيزة 45، جيزة 87، جيزة 88، وكان قبل كده في جيزه 70. الصفات دي الاقطان ديت بتبقى المتانه بتاعتها بتبقى اعلى.
بتخش بتبقى 35 و36 و37 جرام تكس. بالنسبه ل عشان بقدر انا اللي هو المتانه، عندي في جهاز اللي اسمه السيلوميتر اللي احنا زي شايفينه دلوقتي، هو جهاز بيتحرك زي بالظبط كده حركه بندول الساعه، والادوات زي ما هنشوف كده الاستاذه بتشتغل. برصب الاول العينه على مشط، بيبقى عندي فيه زوج من الامشاط، برصب العينه على مشط وبعد كده بسرح بالمشط الثاني بحيث ان انا بزيل الشعرات القصيره، النبس، الحاجات اللي هي بتبقى مخلفات الحليب، بحيث ان انا باخد اطول الشعرات. وبعد كده من كل عينه باخد اللي هي ثلاث اختبارات، وزي ما انتم عارفين احنا بنعمل ايه صفات للنباتات الفرديه. وبعد كده باخد متوسط الثلاث اللي هو الخصل دول على اساس اخد ايه متانه العينه الواحده. ان انا باخد العينه على مشبك، وبعدين في جوز اللي هي بتقفل عليه ده كده اهو، وبعد كده بقفل بمفك، وبعد كده بشيل الزوايد بحيث يبقى بس انا بعمل اختبار اللي هو الشعره اللي هي ثمن بوصه بس، بيبقى ما فيش غير الشعره اللي هي الايه اللي في الطول ده اللي هي ثمن البوصه دي، المتانه بتاعتها باخدها. بعد ما كده ما بربط بالمفك بحطها في الجوز. الجوز ده عباره عن الجهاز ده عباره عن غرفتين، غرفه مرتبطه بالياي المتحرك ده، والغرفه الثانيه مرتبطه بالجزء الثابت. فبيحصل فيه ايه؟ بيحاول اللي هو صراع ما بين الغرفه المتحركه والغرفه الثابته، بحيث الشد لغايه ما بتيجي وقت معين ما بتتحملش الشد وبتتقطع. هنا باخد هنا القوه القطعه بالكيلو جرام، وبعد كده اخدها اوزنها بالوزن المللي جرام، اقسم القوه القطعه بالكيلو جرام على الوزن المللي جرام يديني المتانه.